يعني انت متأكد ان رشا ما رجعت لهمش بعد ما هربت من المستشفى؟ بصراحة يا باشا انا معرفش حاجة عن موضوع المستشفى ده خالص، بس انا اتقص لحد ما عرفت ان ريتشارد اللي بيحمي الواد اللي كانت مستخبية عنده يعرف حد من الجاردات تبعي، وانا قعدت معاه وعملت معاه قعدة صلح ورسيت منه على كل العبارة. هي هربت فعلا ومش عارفين مكانها، والان احمل كده يا باشا ان الواد اللي كانت عنده ده بيلعب في البودرة، علشان كده نقل مكانه اول ما احنا وصلنا لطريق. بس انا زي ما قلت لسعادتك في الرسالة راقبت داليا لحد ما عرفت عنوانه الجديد. هي البلد فيها ناس حقيرة ولازم تنضف منها. أيوة مريم. أفندم صرصار فين؟ صرصار عندك في الأوضة؟ طب تعالي وريني هيجي منين الصراصير عندنا. بس فين؟ أنا مش شايف حاجة. هنا على السرير مفيش حاجة. مريم مفيش حاجة. مفيش حاجة. تصبحي على خير. عبد الحميد، عادل عبد السلام، الشهرة مودي، العمر 35 سنة، أعزب، يحمل جواز سفر رقم. إيه يا عبد الحميد؟ تحب أقول لك عبد الحميد ولا مودي؟ استنى إبراهيم ما تكتبش. تيجي ندردش الأول كده قبل ما نخش في الجد. إيه كمية الكوكايين اللي هو عندك دي؟ جالك إزاي ومنين؟ أنا قلت لحضرتك أنا ما أعرفش عنها أي حاجة. يعني لقوها في البيت إزاي؟
انا مأجر الشقه دي لسه جديد، ممكن يكون اللي قبلي نسيها فيها. اللي قبلك سايب فيها كميه الكوكايين دي؟ حضرتك انا تاتو ارتست مش تاجر مخدرات. بس الضابط بيقول ان لو ادوات تعاطي في فصاله الشقه، وان لو في ملابسك الشخصيه تذكره كوكايين. ممكن سكره؟ ممكن طبعا. اتفضل. حضرتك انا بشتغل تاتو ارتست، طبيعي ان انا يبقى عندي ناس بتيجي عندي، الكلاينتس بتوعي كلهم بياخدوا حاجات زي كوك وحشيش بيشربوا، ده طبيعي ان انا اوفر لهم الحاجات بقى عندي في المعرض بتاعي بشتغل فيه. وساعات باخد كوكايين كل فين وفين، مش هنكر الحاجة لقيتها معايا بتاعتي فعلا، بس هي استعمال شخصي مش اكتر. انا ما بعملش كده على طول، ومش مش ريجولر يعني، او مش على طول باخد حاجه كده. انا اليومين دول باخد كوكايين ساعات يعني، عشان عندي مشاكل نفسيه خلياني اعمل كده. بس انا مش تاجر مخدرات حضرتك. يعني انا بضيع وقت معاك صح؟ انا قلت اللي عندي. أنا فعلا غلطان. طب ادفي السيجارة. نعم؟ ادفي السيجارة. نتكلم بقى جد. سين يا مريم، عايز اكلمك في موضوع. الحاجات اللي عملتيها معايا دي انا اعتبرها ما حصلتش. ما فيش حد تاني هيعرفها. اخت ملك تبقى اختي، وملك مراتي، بحبها وهفضل احبها. انت عارفه أنا زمان كان نفسي يبقى عندي أخت سري يكون معاها. اشكي همومها واحكي لها على اللي مضايقني. لما اتجوزت ملك انبسطت أوي إنك موجودة، واعتبرتك أختي. فرحت أوي إن عندي عيلة. مفيش فكرة ببقى مبسوطة قد إيه وملك قاعدة على يميني وإنتي ورانا قاعدين على شمالي. مفيش أحلى من كده. عن إذنك لازم أروح الشغل. فندم. عايزة تمشي؟ سافري. طيب تروح الملك؟ هي كان نفسها تبقى معاه. خلاص فورا احجز لك تذكره. استوعديني لما ارجع لك صوتك، اخوك يكون اول واحد يسمع صوتك. بعد اذنك. يحبس المتهم عبد الحميد عادل عبد السلام وشهرته مودي 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى له التجديد في الميعاد القانوني. يرسل الحرز المشتبه في كونه مادة الكوكايين المخدر للمعمل الكيميائي لمصلحة الطب الشرعي، ويطلب المقدم شريف حافظ لجلسة التحقيق باكر.
طب والله والله يا نديم بيه وريك عليا حلفان. انا كان نفسي افتخر بنسبك واتفشخر بيك، يعني مثلا تجيني بيتي تطلبها مني بيتي، ايوه، بقعد باصص لك شويه كده واقلبها في دماغي، وفجاه اروح قايم واخدك بالحضن واقول لك مبروك يا ابني، ربنا يسعدكم. لما هعمل ايه بقى بنت اخويا؟ اعمل ايه؟ هي اللي يلا. أمرني يا فندم، طلبات حضرتك إيه؟ أنا ماليش طلبات، أنا عاوز حق ربنا. اللي هو إيه يا فندم؟ شوف سعادتك، أنا أخويا الله يرحمه كان سايب حوالي 19 ونص ولا 20 مليون جنيه. فهمي، بعد إذنك مفيش داعي تدخلني في حاجات تخص العيلة. يا ريت تقول لي طلباتك ببساطة. ما انا عارف سعادتك ان وقت سعادتك مش ملكك، انا عارفها كويس قوي، بس يا ريت برضه تاخدني بالراحه كده عشان انا لازم افهم سعادتك الموضوع من اساسه عشان تبقى على نور برضه. مالوش لزوم يا فهمي بيه، خلاص احنا بقينا اهل، قولي طلباتك وانا انفذها لك. هو سعاده البشر ربنا بيقول ان العم يرث التلت والبنتين كل واحده فيهم التلت، يعني تقريبا انا هبقى نصيبي كده حوالي يعني 6 مليون وشويه فك بس. شفت بسيطه ازاي؟ والله بسيطه، بسيطه ساعات بسيطة جدا، والله بسيطه يعني، بس هي بنت اخويا بقى اللي حبت تخالف الشرع فزورت في الورق وعشان تحرمني من حقي يعني. خلي حالك مستريح، اتفضل اتفضل يا فندم اتفضل. 7 مليون جنيه كويس؟ يا سلام يا سلام عليك، والله عمري نظرتي ما خيبت فيك ابدا، ابن اصول صحيح. فهمي بيه، مريم وملك ولاد اخوك، يعني ولادك. أيوة. والبيت بيتك، تشرفني في اي وقت. ربنا يسعدك ويخليك يا شيخ، ربنا يديم معروف يا فندم، وان شاء الله من بكره الصبح على المحكمه جري هخلي المحامي يتنزل ان شاء الله. وانت وافقت؟ ما وافقش ليه؟ الواد ده وافقش ليه يا ابني؟ الراجل عارف ومتاكد ان مراته مزوره. اه ايوه، فخاف عليها تتفضح. بعد جابني وقال لي اللي انت عاوزه، وراح مديني اللي انا عاوزه، وقال لي يا دار ما دخلك الشر. فهمت؟ ما وافقش ليه بقى؟ انت فاكر ان هو عمل كده من وراها؟ ابدا. وهي المشكله هي تعرف ولا هي ما تعرفش؟ المشكله انت ازاي توافق؟ بقول لك ايه يا ناديه؟ نعم. مشي الواد ده من قدامي عشان ده هيعصبني وهديله بالبنيه في مناخيره على طول. يا ابني يا ابني، ويرفض ليه؟ يرفض ليه؟ ده حقنا وعدل ربنا، عدل ربنا. انتوا شايفين كده؟ ايوه. انتوا شايفين ان ده عدل ربنا؟ آه. ايوه. يالا يالا، ابوك دلوقتي معاه فلوس تعيشنا ملوك العمر كله، وطز بقى في الباقي احنا مالنا. طز في الباقي؟ طب ومريم يا بابا؟ مريم بنت اخوك اللي انت خايف عليها وعايز تجيب لها حقها من اختها المفتريه. احنا مالنا بيها؟ تتطلق ما تتطلقش، تتهبب ما تتهببش، مريم خلاص شيلها من دماغك خالص، خلاص مريم خلاص. الا اذا الا اذا جات لك لحد عندك وبكت وقالت لك طارق ارجوك يا طارق اتجوزني، في الحاله دي بس هقول لك طارق يا ابني اتكل على الله واتجوزها.
ليه؟ لأنها برضو مهما كان بنت عمك لحمك ودمك. واللي يهمني أنا بقى في الموضوع فوق ده كله يعني إنها ساعتها هتطلب القرشين اللي هي شايلاهم مع أختها، ويبقى زيادة الخير خيرين. طارق يا ابني استنى، رايح فين؟ سيبك منه سيبك منه. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. ازيك؟ ايه الاخبار؟ اتفضل. طبعا انا اسف جدا ان انا جيت لك من غير معاد. يا راجل اتفضل اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا، ده بيتك. اهلا بيك يا فندم. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله كويس. انا شفت الوالد النهارده. حقيقي؟ هايل. الحقيقه انا جاي عشان اقول لحضرتك ان انا جات لي مسج من ساعه مريم بتقول لي فيها انها سافرت. هي لسه هتسافر؟ لا يا فندم، سافرت. لا انا لسه كنت بحجز لها النهارده. استاذ نديم، مريم في بيروت. فندم على فكره هي بعت لحضرتك مسج على موبايلك بتقول لك فيها انها هتسافر. لا انا ما عنديش مسج جات لها. ما هو واضح جدا ان حضرتك ما شفتهاش، عشان كده هي طلبت مني اني اجي وابلغ حضرتك. اه في مسج فعلا. حضرتك عندك فكرة هي بتعمل ايه في بيروت؟ كل اللي انا اعرفه ان هي سافرت ومش راجعة مصر تاني. خلاص قررت انها تعيش على طول في بيروت مع خالتها. شو قلت لك بيتزا اسرع؟ بيتزا ايه يا عم انت؟ مطالب سوشي كده كده شوية هيك على طول. تمام امسك امسك. امسك الحتة دي لحد ما السوشي يجي. ما باكلش بيتزا يا عم، ما باكلش. وبعدين دي مارجريتا بلاش. انت حر. او السوشي بس. او السوشي بس. بقول لك ايه؟ 800 محلويه قبل من دول كده ليه؟ ما تجيب 300 جنيه. ما انت جيبك مليان فلوس قد كده، وبعدين انت مش لسه بايع الذهب اللي انت علقته من الولايه اياها؟ اه ده احنا جبنا نق. ده انا كنت اخد منك 300 جنيه تمن الاكل، ما انت ممكن تديك فلوس قد كده. مين فينا اللي بينق دلوقتي؟ يا شيخه. خش يا ابني انت، هو شوفوا ليه جوه. لا يروحوا فين؟ يروحوا فين يا فندم؟ واضح يا فندم حضرتك انك فاهم الموضوع غلط يعني. انا خالد الليث يا فندم، لا ليا في السياسه ولا في الدين، يعني ليا في اي حاجه شمالك، الحاجات دي ماليش فيها. تمام. يعني يا فندم دي ازاز خمره، تقدر تلاقي حشيش، الواد ده مثلا كان بيشم من شويه بودره. بس يا ابني الله يخرب بيتك. يا عم الله يخرب بيتي ايه؟ بس الباشا حبيبي، انا يا باشا اللي باجي عند حضرتك يعني اعمل محاضره وتنزل عليها، فاكرني اكيد يا باشا. فين الدهب يا ابني؟ لا دهب ايه؟ دهب ايه يا فندم؟ دهب المسروق يا حبيبي اللي انت عمال تبيح فيهم وتبلغ عنه. لا والله العظيم يا فندم انا ما اعرف حاجه. دهب ايه؟ لا ما اعرفش حاجه من حضرتك بتقوله ده يا فندم. هتعرف كل حاجه في النيابه يا حبيبي، هتعرف كل حاجه في النيابه. النيابه نيابه ايه؟ واضح ان في سوء تفاهم يا فندم حضرتك يعني. الحاجات دي يا باشا. مرين ده لله مش هتبقى قضيه دهب بس. والله يا باشا الحاجه دي حرزوا له كل حاجه تلاقوه. لا يلا كل حاجه يا فندم، الحاجه دي مش بتاعتي اصلا. تعالوا خدوه. لا ياخذوا يا فندم، حضرتك فاهم الموضوع غلط. من الصبح هات اي حاجه والنبي، انا جعانه ما اكلتش من الصبح. هات اي حاجه. طب هات سيجاره حتى يا موز يا قمر. طب اجي معاك؟ اجي معاك. انت قمر قوي كده برضه. طب متشكرينك قوي.
اتفضل يا فندم. البلد محتاجة مشاريع كتيرة زي دي. ده واجبنا يا فندم، وعايز أقول لسيادتك كمان إن أنا بعمل مركز طبي عالمي جوه المدينة. هيشرفني جدا إنك تفتتح. أكيد طبعا، أكيد. ميرسي يا فندم على حضورك. العفو، العفو جدا. اتفضل. مع السلامة. الله يسلمك. لو سمحت يا باشمهندس، ممكن نعرف مدام رشا محجوب مختفية فين النهاردة؟ امشي يا ابني، امشي. ما تشوفش وشك في الشركة، تاخدي اجازة طويلة، تسافري برا مصر. والله العظيم لو مش شايل لي خدماتك معايا انا كنت عملت حاجة تانية. ما اشوفهاش في الشركة يا جماعة. ما خبيش عليك الدنيا معكوك على الاخر، قضيت سلاح بدون ترخيص والدم اللي متبلغ عنه وشوية بلاوي تانية كتيرة قوي. انا معلش تطبخ يعني سنه مع الايقاف غرامه حاجه من الحاجات دي، وانا برضو اللي اعرفك بقى شغلك. انا مش عايز اقول لك ان لقيوا فيديو عندك على الموبايل وانت بتقتل. لا بس ما تسكب بقى فيديو وتبقى مش هم. والله العظيم ما انا مش بقول لك معكوكه يا عم. معكوكه ايه؟ بقول لك مش انا، ده واحد شبهي والله العظيم. شبهك ازاي؟ دول خدوا الفيديو ودوه الفحص الفني. بس يا سلام اللي طلع الراجل اللي اتقتل ده مات بنفس عيار طلقات الرشاش اللي بان في الفيديو. طب بس وانا جايبك معايا ولا معاه؟ بس والله انا كان نفسي ابقى معاك يا ليسي، بس غصب عني. غصب عنك ايه بس؟ ولا مش هينفع؟ ليه مش هينفع؟ هينفع. عارف الوليه اللي اسمها ملك الجرحي؟ احنا نجيب اسمها في التحقيق وبكده الموضوع هيتطرمخ عشان خاطر نديم فخري. ايه وده ينفع كده يا ليسي؟ ينفع. ما ينفعش ليه؟ ده مش بعيد نديم فخري هو اللي يجي يطلعني. انا اشهد عليها جوه وهو يجي يطلعني. هاي يا عبد الحميد، راجعت نفسك وناوي تتكلم ولا لسه عند موقفك؟ على العموم تحريات المباحث جات لنا واحسن لك تتكلم. انا قلت لحضرتك كل حاجه. انا ما اعرفش حاجه عن المخدرات اللي كانت في الشقه دي، اكيد حد حطها لي. يا راجل انسى بقى موضوع الكوكايين ده وركز معايا. ده انت طلعت دولي، مش الانتربول طلبك؟ هربان من قضيه في امريكا ومختفي هنا وما بتظهرش خالص وما معكش تليفون محمول، والبودي جارد اللي بره هو همزه الوصل بينك وبين زباينك، وعلى عامل نفسك بتاع تاتو وانت بتبيع لهم كوكايين. انا كل ده؟ ايوه انت كل ده، وحد من زباينك اتمسك واعترف. ومش بس بالتاجر ده، انت بتجلب مخدرات من بره ودي لوحدها فيها اعدام. لا انا مش بعمل كل اللي حياتك بتقوله ده، مش انا خالص. مش انا. امال مين؟ دين الامان ولا اقول لحضرتك؟ وفي امان اكتر من نيابه؟ انا فعلا كان علي قضيه في امريكا وهربت، بس القضيه دي ظلم. اللي هربتني من امريكا تبقى بنت مرات الراجل اللي انا كنت بشتغل عنده. مين هي دي بقى؟ ملك الجرح. هي اللي قالت لك تقتل؟ ايوه يا فندم، هي اللي قالت لي اقتل. والموضوع له علاقه برجل اعمال مهم اللي هي متجوزاه. اللي هو مين؟ نديم فخري. انت عندك دليل على كلامك دوت ولا بتقول اي اسامي عشان تعمل بلبله وتضيع وقت؟ لا يا فندم، بحضرتك انا اللي اعترفت لك ان انا اللي قاتل، بس مش لوحدي. ملك الجرح هي اللي وزتني على كل حاجه. وبعدين حضرتك عايز نص الحقيقه ولا الحقيقه كلها؟